تفاصيلها، ارتفعت صادرات مصر السلعية إلى السوق الفرنسية بنسبة 36.4% خلال العام الماضي، مسجلة 572 مليون يورو مقابل 420 مليون يورو في عام 2016. وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قبيل إن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق العام الماضي نسبة زيادة بلغت 21.8% مقارنة بعام 2016. وأكد الوزير أن السوق الفرنسية تعد أحد أهم الأسواق الأوروبية المستقبلة للصادرات المصرية، حيث يحظى عدد كبير من بنود الصادرات المصرية الرئيسية بقبول كبير لدى المستهلك الفرنسي. وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر إن صادرات قطاع المنتجات الكيميائية العضوية جاءت في المرتبة الأولى محققة طفرة غير مسبوقة عام 2017 بنسبة نمو بلغت 226.6%، وجاء قطاع الأسمدة في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 61.5%.